التسليم بعلاقة تشكلت وبنيت منذ 15 قرن، منذ 1500 عام. هذا الأمر يجب أن يراجع. أنا أطرح هذه الفكرة ديالي كعنوان عام، هو أن كاين ثلاثة أشياء في الإسلام. كاين الجانب المرتبط بالإيمانيات أو العقيدة، وهذا أمر ثابت لا يتغير بالزمان، مع العلم أن قد تختلف القراءة فيه وبين الدليل والاستدلال فيه، هذا جانب. والجانب الثاني هو مرتبط بالمنظومة الأخلاقية والأخلاقيات، وهذا كذلك ثابت. الفضائل فضائل عندنا وعند غيرنا، الخير خير عندنا وعند غيرنا، تلتقي فيه العقول وتلتقي فيه الأديان. والجانب الثالث هو المعاملات، المعاملات التاريخية بطبيعتها، المعاملات الثقافية بطبيعتها. هذه المعاملات متبدلة ومتغيرة. في تقدير الشخصي، كل أحكام المعاملات هي أحكام تاريخية بحاجة اليوم إلى إعادة بناء. وهذه إعادة البناء في علاقتها بهذه المنظومة الأخلاقية والقيمية التي جاء بها الإسلام. ولهذا اليوم إذا بغينا فعلا نعطيو دفق جديد للإسلام مع الإنسانية، ماشي مع المسلمين، لأن احنا عندنا هذا مشكل، لا مع الإنسانية، هو أن نعيد قراءة وتأويل الإسلام كمنظومة قيمية، ويكون كمرجعية قيمية بالنسبة للإنسانية في تصرفاتها، يكون عامل تخليق. هنا الواحد ملي كيكون يقوم من مقام خلقي في السياسة، في المجتمع، كل متأكد سيصدر عنه الخير. نجي بالضرورة على العكس من ذلك، إذا جئت بأحكام من العكس، حكم مرتبط بالقرن الثاني ولا القرن الأول الهجري، وأنت شفته إلى يومنا هذا، مع العلم أن كل الوقائع، كل الظروف وكل الأوضاع تغيرت تماماً، وأنت ما زالش ذاك الحب كيولي ينقلب إلى نقيضه. هو ذاك الحب يحقق واحد التفوق أخلاقي كبير في زمانه، ولكن مع التحول والجريان ديال الأحداث والتقدم الإنساني، لأنه هذيك القضية ديال هيجل، العقل يتحقق في التاريخ، شنو معنى ديالها؟ أن كاين واحد التقدمية حتمية، يعني الإنسانية اليوم ماشي هي الإنسانية ديال هذه خمسة القرون. الإنسانية في المجمل كتقدم نحو الأفضل، نحو القيم، وبالتالي هذاك الحكم اللي كان كيحقق واحد التقدم تاريخي وقيمي في القرن الثاني والثالث، اليوم أصبح متأخر خلاف الدولة العباسية في أطرها، في مواردها البشرية، حتى في بنائها. وإن نشأت كانت عاصمتها في دمشق، فكان العرب فيها خلاف الدولة العباسية. ولهذا حتى الاستبداد الأموي كان استبدادا بين قوسين مدنيا، خلاف الاستبداد العباسي. الاستبداد العباسي كان استبداد ديني، استبداد مرتبط بالمستوحى من جهة الثقافة الفارسية بالدرجة الأولى، وكذلك حتى مما كان موجودا في العصر الوسيط في تقريبا مختلف الحضارات بما فيها في أوروبا. ولهذا فهذا المثال الدولة الأموية من اللي بداو كيترجموا، يعني في الفترة الأولى وقع السقوط ديال الدولة الأموية. لأن شنو هو عصر التصدري؟ عصر التصدري بحسب يعني المؤرخين كلهم، كل واحد في كيرجع العتبة، ولكن حوالي 135 145 130، هذه الفترة هذه هي اللي وصلوا فيها العباسيين. والأمويين بداو الترجمة حوالي 110 120، يلا بداو ذاك المشروع. وكانوا بداو الجامعات مصادفة مادة الحقوق، أما المواردي وابن خلدون وخصوصا التركيز على المواردي وابن خلدون، غير انه القسم منهم اتجه لبعض المفكرين الاسلاميين لما يسمى بالواقعيه القائمه على التقصير والتحليل الواقعي الموحش. فعلا قسم المفكرين ومنهم المواردي وابن خلدون والغزالي، كاين قسم منهم بشكل المثاليات ويسمى بالفلسفه المثاليه، واللي كيتولى يتمثل في الفارق. الإشكالية ديال الإمامة كما وقف عليها المواقف في الكتاب ديال الأحكام السلطانية والولاية الدينية، كيعتبر أن عقد الإمامة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع. الإمام ليس رجل الدين بل هو رجل الدولة والسياسة. هذا كيعتبر أن الإسلام دين متكامل، مشروع اجتماعي قائم.
والإمامة عنده جوج موجبة، واش بالشرع ولا بالعقل؟ هو السائل. كاين اللي كيقول موجبة بالشرع سلسلة على أنه حرف بالأصول الدين، كاين اللي كيقول بالعقل، ولكن الموردي كيمشي في اتجاه بين الشرع والعقل، كيمشي في اتجاه ديال المذهب. كما أنه حد الشروط ديال اختيار الإمام، والإمام فيها اختلفوا المفكرين المسلمين حول جوج، كاين اللي كيقول بالاختيار، وكاين اللي يقول لك بالتالي، وحد شروط الاختيار وشروط التالي. كذلك عاود ابن خلدون في الافكار ديالو ديال ما يسمى بالدينيه السياسيه، اعتبر ان العرب ما كيحصل لهمش الملك الا بالصبغه الدينيه، فالدعوه الدينيه تزيد الدوله في اصلها قوه على قوه العقاب. هذا الاشكال هذا، وهنا نهضروا على الفكر الاسلامي. اذا الاشكال اللي مرتبط هنا يعني عندي الاشكال المتعلقه بالفكر الاسلامي، كتنتج ان الفكر الاسلامي لم يستطع ادماج الفكر اليوناني، مرتبط انه ما ينفعش تدمج الفكر الروماني والفكر الفارسي، اما الفكر اليوناني ابتعد منه، لانه فكر قائم على منظومه ان كيبعد شويه الهوس. اذا ماشي مثل الفكر الهوسي، لهذا انه مصطلحات الديمقراطيه والدوله والسياسه والدستور ما عندناش الانتاج الفكري الاسلامي، ما كاينش غير هذه الانتاجات. العكس اللي حصل في الفلسفه في الفكر المسيحي، انه استند الفكر اليوناني ونهل منه الانتاجات الفكريه عليها، جاوب على الاشكالات المدنيه اللي عند البشر. هذا هو كيفاش ندمجوا انه دابا حاليا اللي عندنا المنتج هو الموردي وابن خلدون، ما كايناش التقسيم الديني الديمقراطيه، هي الاشكاليه اللي باقي كنعانيو منها. شكرا. الانترنت وصحفيتو سبب الخلاف مع اختار لي الامتداد ديالي بزاف الاسئله اللي طارت هي مهمه جدا، واعتقد انها فيها قدر كبير من الجرأة، مثل هذه الأسئلة القوية يمكننا أن نتخلص من قداسة الماضي وسلطته الدائمة في اختياراتنا الحديثة. الحقيقة اللي فهمت أنا هو أن الأستاذ زبرون يحاول فك الصلة بين الدين والدولة انطلاقا من مفهوم مدنية الفكر السياسي، وهذا يعني في الحقيقة بداية من العنوان نشأة الفكر السياسي الإسلامي، هي النسبة تقوم بإسناد السياسة للإسلام، والإسلام باعتباره مفهوما دينيا. ومن بعد أتفق معك إلى أن مرحلة التدوين شهدت لمسة الفرس واليونان، وأن أغلب من كتبوا ومن دوانهم ليسوا عرب بداية من سيبوي ووصولا إلى جوزان وابن المقفع، وهؤلاء لم يكونوا عرب حتى في الشعر وفي الأدب وفي النقد. لكن ألا ترى معي أنك ربما وسعت مفهوم الاجتهاد، لأن ما نقلته عن عمر هو ربما يدخل ضمن مبدأ الاجتهاد وليس ضمن مبدأ تجاوز النص أو فاعلية النص، لأن كما كتقول مثلا أن كاين واحد النص كيأثر لنا واحد الحدث، وأن ذاك النص مرتبط بواقعة معينة. في النهاية تقول أنه بمحدودية الأحكام التي وردت في القرآن، أو أنها ربما تسبق لأحداث تاريخية معينة لا يمكننا أن نتجاوزها، أي أنها لا تسبق لمواكبة العصر، ربما هذا قد يفهم من كتابي. ثم أيضا، هل الفكر السياسي كما تتصوره يقتصر فقط على الاختيارات التي أنتجت تجاه مواقف معينة كالحروب والمعاهدات وكذا؟ ألا ترى معي أنه نظام للحياة وأنه نظام للتسير، ولا ترى معي أن هناك مدخلا أخلاقيا ربما تربويا هو يشكل هذا الفكر السياسي، أما أنك فقط اقتصرت على الاختيارات الداخلية؟ إذا هنا لا يمكننا أن نفصل بين حضور الإمام بوصفه قائدا دينيا وبوصفه أيضا قائدا سياسيا، هنا ربما نعود إلى صورة الإمام، صورة الإمام ذيك الإيتوس كما يقول أرسطو، ذيك الإيتوس التي هي التي تمنحه هذه الشرعية أو هذه القوة الدينية. فإحنا عندنا أمير المؤمنين وعندنا الملك، الأمير المؤمن هو الشرعية الدينية التي تجعله مثلا يقودنا قيادة روحية دينية، وأعتقد أن المدخل الأخلاقي الجانب الأخلاقي ربما يكرس هذه الصلة بين السير وبين الاقتصاد.
التيارات السياسية التي ركزت عليها وشكرا.